مرحبا بك عزيزي المشاهد، واهلا وسهلا بك في الليله الثانيه والعشرين من رمضان. نحن في العشر الاواخر، نحن في ليله الوحشه، ليله استشهاد الامام علي عليه السلام. تحدثنا في الليالي الثلاثه الماضيه، تحدثنا عن ظروفي والاشياء التي ادت إلى هذه الجريمة النكراء، وقلنا بأنها لم تأتي اعتباطا ولم تأتي من تفكير خاص برجل معين ثم جاء لاختيال الخليفة، لا، هي جملة تداعيات وتناقضات وصراعات وانحرافات بالأمة الإسلامية حصلت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة وعلى آله السلام، ووصلت إلى النتيجة التي استمرأ أحدا من المسلمين يدعو الإسلام والإيمان ليشهر سيفه لقتل إمام المتقين وإمام الأمة كما وصفه الرسول، وهو الذي قال عنه الرسول: أنت مني بمنزلة هارون لموسى، وهو الذي قال عنه الرسول: الحق معك يا علي أينما تدور، وهو الذي قال عنه الرسول: يا علي لا يحبك إلا مبغض ولا يبغضك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. كل هذه الأشياء، يأتي شخص يدعي الإسلام ويشهر سيفه الآن يعني قبل ثلاثة أيام، ويدي إلى استشهاد الإمام علي عليه السلام، وباسم الله، الله أكبر، قال الله أكبر. تصور يعني انحراف تام في الأمة الإسلامية، ولم يبقى في الأمة الإسلامية شيء حق وصادق وفيه النقاء كعلي، فقط علي بن أبي طالب، يأتي واحد ويشهر السيف عليه. إذن كم من التناقض وعدم الفهم والغلو أصبح في هذه الأمة، بحيث معاوية يحكم بأمره في الشام وينهى ويفعل وكل الموبقات يفعلها ويحكم هنالك كحاكم، وعلي بن أبي طالب الذي لا يقبل بأي شيء إن لم يكن يسير على نهج الإسلام والقرآن، يأتي واحد يقول أنا مسلم يشهر سيفه. هاي مسألة تصورها بسيطة يعني إطلاقا؟ لا، هذا تغريب للأمة. حتلاقي واحد يقول لك والله خير القرون هو القرن الأول، من قال يا أبا؟ والله أنه قال الرسول. من قال أن هذا الحديث هو صحيح؟ منين جبتوها أنه خير القرون قرني؟ لا، أسوأ المشاكل صارت بعد وفاة الرسول. نعم، خير السنوات هي سنوات الرسول عليه الصلاة وعلى آله السلام، خير الفترات هي فترة الرسول عليه بجانب الإسلامي، ولكن أيضا حصلت فيها أساءات كثيرة إلى الرسول والمسلمين، ولكنه بالنسبة للإسلام للتوادد والتراحم والإيمان وغيرها والتقوى كانت هي فترة وجود الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وعلى أهل السلام. نعم، خير الفترات هي فترتي، ولكن ليس قرني. معاوية كان في القرن الأول، اختيال خلفاء كان في القرن الأول، حروب خروج على الخليفة الشرعي حدثت في القرن الأول، صراعات كثيرة حصلت في القرن الأول، يعني هذه يجب أن تعرف. قتل أكثر من 100,000 صحابي ما بين المسلمين في القرن الأول، يعني هذه كلها حصلت في القرن الأول، فكيف أنه خير القرون قرني؟ هذا حديث يجب أن يعاد النظر فيه. طبعا هاي الأمويين أوجدوها أساس خير القرون قرن، لأنه الأمويين وهذا كانوا بهذه الفترة. الأمويين أوجدوا أشياء كثيرة أخواني، يعني لو نفتحها كلها ستجدون أشياء حقيقة مذهلة، وستجدون بأنها لها تداعيات كثيرة. ولحد الآن يعني لحد الثلاثينات في مصر كان مثلا الحفيد لا يرث عند وفاة الأب، يعني ما يرث جده، كانت ما يرثه
حتى جاء واحد فقيه بالقانون الدكتور السنهوري رحمه الله. هذا السنهوري اللي هو اللي أسس القانون المدني في مصر وأسس القانون المدني في العراق طبعا. عندما قامت الدولة العراقية بال21 أرسلوا على السنهوري وهو اللي أسس يعني وطور كثيرا كلية العدلية أو كلية الحقوق في أو كلية القانون الآن في العراق. السنهوري قال شنو هذا ليش؟ فيقول السنهوري في كتابه في مقدمة كتابه يقول أنا بحثت فوجدت أن هذا التشريع تشريع أموي والقصد منه سياسي ليس له أي سند ديني. يقول بحثت في كل الأصول الدينية لم أجد له سندا دينيا. هذا قرار سياسي حتى يحجبون عن آل البيت القدسية، حتى ماكو شيء اسمه نحن آل البيت أحفاد محمد وغيرها وغيرها، وبالتالي حتى هذه القضية لا تأخذ الجانب القانوني. ولذلك صدروا هذه القرارات وبقت الأمة الإسلامية سائرة عليه لحد الثلاثينات حتى جاء السنهوري. المصريين لحد الأربعينات كانوا يسيرون على هذا القانون أنه الحفيد لا يورث بوفاة الجد يعني الأب. اتضح أنه هذا قانون أموي، هذا ما قاله السنهوري. السنهوري رجل شيعي أو شيء، قال إنني ذهبت إلى العراق فذهبت إلى النجف فقال من حسن حظي اطلعت على كتب الشيعة. يقول لم أقل اطلع عليها أنا، فوجدت هنالك إشارة في الكتب الشيعية أن هذا الشيء مرفوض أنه يحجب هذا ليش؟ وهذا حق والتشريع، ووجدت بأنه مدروسة بشكل جيد ورائع بأنه هذه بها نصوص دينية وقرآنية وتفاسير وغيرها تصب في هذا، ليش اللغت؟ فيقول وجدت بأنهم يقولون بأن الأمويين أوجدوا، فاكتشفت حقا أن الأمويين هم الذي أوجدوا. فقدم مذكرة للملك وصار تعديلات، وبالتالي من الأربعينات ألغيت هذه القضية. تصوروا 1300 سنة نحن نسير على نهج أموي، ولم يحصل إلا أنه جاء رجل خير هو السنهوري، وأيضا الصدفة خلته يجي العراق، دزت عليه الحكومة العراقية الملكية حتى يساعد في إقرار القانون المدني العراقي أو الأحوال المدنية، لأن هو الذي أقر في مصر. وأيضا الحب العلم دفع أن يروح للنجف لزيارة قبر الإمام علي، وأيضا حب العلم دفع أن يتناقش هناك، وحب العلم خلاه يقرأ هدول بعض الكتب وبتشافها يعني إذا هنالك خبايا كثيرة، هنالك أخوان خبايا كثيرة وضعت من قبل الأمويين يعني ولم تزل سائرة لحد الآن. ولذلك تلاحظون بأن ما حصل يعني احنا دائما البرنامج له هدف، احنا مو نريد نحكي تاريخ ونبكي العالم، لا لا، احنا نريد نقول بأن هذا التاريخ له امتداد، وعلينا لكي نعالج الحاضر علينا أن نفهم الماضي. هذا ديدن كل برامجي وكل كتبي، أنه أذهب إلى التاريخ لكي نفهم الحاضر حتى نعالج الحاضر ونتلافى المستقبل. ليش صاروا الدواعش؟ ليش صاروا المدرشلو؟ ليش صاروا الخوارج؟ ليش صارت هذا؟ ليش صارت الدكتاتورية؟ ليش ليش ليش؟ ليش صارت الطائفية؟ ليش صارت؟ هاي كلها لها أسباب تاريخية، عندما نعرف السبب يبطل العجب كما يقول. ونحن نذهب إلى التاريخ، أنا اللي يهمني هو الحاضر والمستقبل، أنا لا يهمني التاريخ. أنا التاريخ بالنسبة لي وسيلة وليست غاية، الغاية هو الآن right now والمستقبل أيضا يعني. هذا هو اللي يهمني يعني. ذلك عندما نعود سنفهم أشياء كثيرة. تلاحظ الرجل السنهوري عاد للتاريخ واكتشف أنه هذا القانون غير صحيح، ما إلى سنة التشريع، منين جبتوها؟ 1300 سنة المسلمين ماشيين على قضية جاءت عن طريق قضية سياسية، طبعا العباسيين أيضا تمسكوا بها لأن أيضا يخدم العباسيين وبقوا عليها. جو العثمانيين، طبعا العثمانيين ليست لهم أي شغلة، احنا سنات فقط، احنا سنات
بالتالي مشوا على الخط، وبالتالي الأمة كانت تخلفت كثيرا، لم تنهض إلا بالقرن العشرين. بدأ بعض المثقفين، ذلك أنا أشاهد الآن هنالك نهضة إسلامية أخرى، ونهضة إسلامية حجاب ولحية وقتل بالعالم، هاي منهضة، هذا تشرذم، هذا تخلف، هذا انهيار إسلامي. يقول لي بأنه ها شوف الحجاب ايش قد زاد، وذول الجوامع انترست واللحايا، لا لا لا، هذا اعتبره هاي دمار الإسلام، هذا مو هذا، ذول الدواعش والقتل وما ادري شنو والدشداشة القصيرة وما ادري شنو، هذا لا 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 لا، هاي ليست مظهر إسلامي. المظهر الإسلامي هو أن تفهم، أن تقرأ. الآن أخوان بدأت الناس تقرأ، بدأت الناس تطلع، يعني ولذلك أنت راح تلاحظون مستقبلا هنالك تغيرات كثيرة ستحصل. وإلا حتى نفهم هذا اللي حصل، يعني كان الدنيا نايمة خلاص. يعني معاوية رضي الله عنه كان في حالة حرب مع علي رضي الله عنه، وبعدين جاء يزيد رضي الله عنه وقتل سيدنا الحسين رضي الله عنه، آهية خلاص، مش اسكت لا تحكي خلاص، لا تنبش ولا تسوي لنا مشاكل، ولا هذا هو الإسلام، هذا أنت طائفي، أنت طائفي. دائما هي لو انتهت بزمانها أوكي خلت تروح، بس المشكلة هاي بدأت تتولد هذه الآن. أنا هواي ناس حتى أصدقاء يقولوا لي علي أنت رايح على أيام هواي بمواضيع، يعني ليش؟ قلت لهم والله أنا لا أنكه الطائفية وأكره الطائفية، وأنا لست طائفيا ولست منتميا لمذهب إلا لله ولرسوله وللإمام علي، بمنهج الإمام علي، ولكن قضية أنه نبقى نطمطم. تلاحظون الطائفيين باوا، شوف شلون تعرف الطائفي. الطائفي من يقول لك لا 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 اسكت، لا لا عفا، لا ما شو هذا، هذا طائفي. ليش؟ هذا ما يريد الحقيقة، لأنه يعرف الحقيقة مو بصالحه. فتلاحظون ذول المتعصبين اللي ما شو انه ها هاي طائفية، انت طائفي، وانت شو، مجرد ان توضح قضية، لأنه يعرفون بالحقائق، يعني يظهر زيفهم، زيف الأشياء اللي يدعون بها. ولذلك تلاحظ أي واحد الآن ها طائفي، اي واحد يحاول ان يدرس التاريخ بطريقه حقيقه ويوضح الحقائق، هذا طائفي. يا هسه شلك بيها يا معود، هاي مال شلك بيها يا معود، مو شلت بعيد وهذا والناس تحبك يا معود، خليها وماشي الامور، ليش تسوي ناس تتقاتل؟ لا اخوان، احنا لانه ناس تقاتلت قمنا نحكي، لانه الناس تقاتلت، لانه صار ذبح طائفي لازم نحكي الان ونقول يا ترى هذا اللي صار إلى أسباب، هاي الأسباب يجب أن تعالج. هاي مال الطمطمة أخوان، هاي معناها جمر موجود بأي لحظة يقب، والقسم يردوها هي شا اسكت اسكت اسكت، خاطر بلحظة هم احنا مرضى الطائفية، بعدين خاطر بلحظة إشارة رأسا هم ذول يقولون لا، يتحولون وقود طائفي، يصيرون حاضنات ويصيرون مشجعين ويصيرون جزء من هذه الطائفية والقتل. سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد مرة أخرى، ونحن نكمل الحديث اليوم عن هذه الليلة، هي ليلة الوحشة، ليلة استشهاد الإمام علي عليه السلام. طبعا هنالك أشياء كثيرة وتساؤلات كثيرة، يعني البعض يقول إنه ابن ملجم هل ندم؟ أجاب كلا، هذا الرجل كان مؤتلجا، بحيث عندما مسكوه وقالوا ان الامام علي جريح، قال وهل جريح لم يقتل؟ وظل يضرب براسه، يعني شلون ما قتل؟ يعني تصور هذا المجرم. وليس ذلك فقط، يعني تخاف تشوف دول ايديولوجيه، دول مو مجرد اشخاص، دول معبئين بفكر ضال. المشكله مو بالاشخاص، المشكله بالفكر. الدواعش الان بيمسكوهم، تصور هو يندم؟ لا لا، هو معبأ بفكر، يعني بحيث هو من هوى بالسيف على الإمام علي، قال الحكم لله وليس لك يا علي، الحكم لله وليس لك يا علي. تصوروا أنه واحد يقولها لعلي بن أبي طالب، بأن الحكم لله والحكم إليك،
ليش هو اكو واحد حكم بما يريد الله اكثر من علي بن ابي طالب؟ يعني ليش ما رحتوا على فلان 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 فلان؟ ما اغلبيتهم حكموا بغير حكم الله، الا علي بن ابي طالب حكم بحكم الله. تصوروا كم غسلت ادمغتهم. طبعا ابن ملجم غير ذلك كانوا من جيش علي، ولكن بعد ذلك بدا فكر، هنالك فكر ضال ينمو كالنار في الهشيم. يعني عندما ضرب الإمام علي ومسكه، والإمام الحسن كان إلى جانب الإمام علي، فجابوه لابن ملجم، قال له: لما ضربت أبي؟ قال: تريد أن تعرف لماذا ضربته؟ قال: نعم. قال: أذن مني حتى أهمس بإذنك لماذا ضربت علي بن أبي طالب، ولا أريد الناس أن يعرفوا. قال: هن أيها المجرم، إنك تريد شيئا معي. فقال: نعم والله، ردت أن أقطع أذنك من يعني من من, من العرق، مثل ما يقول هيك، ردت أكلها أذنك وأشلح. تصور تصور هذا المجرم كم هو حاقد. ولكن الإمام الحسن رجل يعني كيس، يعرف هذا الرجل ما عنده ثقة، من يتقرب ما يعضل، لأنه كان مشدود اليدين، فما بقت غير بس سنونه، فمن يتقرب على أساس ده يشاوره يعضل هذا، يقول لك ويعرف هو مأمن لا يقتلوه ولاش، مأمن مأمن، لأنه من أمن العقاب ساء الأدب طبعا. فتصور هذا العاد شنو؟ كم يعني الإنسان اللي يرتكب جريمة ومسكوه يقول لك خلي أسكت أترحم، بلكي يخفف عليه العقاب، او على الاقل لا اضرب، ينفذ بي الحكم راسا. لا، هذا كان مصر، وهو كان من جند يعني كان من جندي علي بن ابي طالب عليه السلام. فاذا هذا الفكر، هذا الفكر الضال، هذا فكر خطر يغسل الادمغه. واتجاه من اخوان؟ اتجاه من؟ اتجاه علي بن ابي طالب. لذلك احنا من شفنا الدواعش كنا معقوله اكو هيك بشر يجون يقتلون المسلمين ويذبحون المسلمين، وهذا وناس تقول لا اله الا الله محمد رسول الله، وعلي بن ابي طالب يصلي في المحراب، يصلي في المحراب، يعني ما كان في اي مكان، كان يؤم الناس في صلاه الفجر. أيوجد هل يوجد اعظم واقدس وانقى من هذا الشيء؟ الجواب بالتأكيد لا، ولكن مع ذلك استهدفه هذا المجرم، استهدفه وهوى عليه بسيفه. إذن هؤلاء الناس لا تقول لي بأنه معقولة مسلم يجي يقتل مسلم، هذا هم علي بن أبي طالب استهدفوه، ولا حكم إلا الحكم لله وليس لك يا علي، وضربه الحكم لله وليس لك يا علي. هم كفروا علي بن أبي طالب، هو نفس الفكر اللي ساد الآن واللي إجا كون الدواعش وكون الكذا وكون الكذا وكون الكذا. إذا المشكلة هي مو بالأشخاص إخوان، موجودة بالفكر هذا. زين إحنا نظل ما نعالج هذا الفكر إخوان؟ أكو فكر، أكو فكر، أكو فكر، وأكو منهج، وأكو كتب، وأكو فلوس الخليج. ابن سلمان قال في خطاب إلى قبل سنتين نصا، ابن سلمان محمد بن سلمان قال: احنا كنا نصرف سنويا 10 مليار دولار على نشر المذهب الوهابي. هو يقول هذا المذهب متطرف، يعني هذا المذهب الاخوان متطرف ومدري شنو هذا، واحنا هاي القضيه يجب ان نعالجها يعني. فيقول احنا كان تصرف الدوله 10 مليار دولار، هذا محمد بن سلمان يعني. فإذا أكو فلوس وأكو فكر وأكو كتب، هاي الكتب ابن تيمية، محمد عبد الوهاب، ابن القيين الجوزية إلى حد كثير، ابن القيين الجوزية وليس لكن كحدة يعني ابن تيمية رغم أنه هو تلميذة يعني، وغيرها وغيرها من الشخصيات، وشخصيات حديثة أيضا متأثرة بهذا الفكر، وشيوخ شيوخ تطلع بالتلفزيون تحكي الله فعيده، اللهم عليك بالرافضة والمجوس والمسيحيين واليهود،
الرافضة. الرافضة من هم الرافضة؟ ما تعرف، هذا شيء مفتوح. يعني هذا هو المشكلة. المشكلة مو بدولة، المشكلة دولة. أنت بس اقطع لي هذا الأبي كما نقول نحن في الكلام الشعبي، اقطع لي هذا المصدر الرئيسي، أنت يعني بالتأكيد يعني القضية ستخف شوي شوي. أوروبا طبعا كانت الحاضنة، أوروبا لم تسند الحاضنة، المفرخ مع الوهابية ومن شنو، الفكر من الخليج والفلوس من الخليج، بس التفريخ وين؟ التفريخ في أوروبا الآن، مستغلين الديمقراطية الموجودة هنالك. وأيضا شوف الغباء الأوروبي، الغباء الأوروبي، إنه هذه الجوامع تابعة لدولة خليجية إحنا أصدقائها، فلذلك إحنا يجب أن لا نضيق عليهم، لأنه هذول يمثلون دولة صديقة. يا بشنو دولة صديقة؟ دولة صديقة هاي مع إسرائيل وتعادي كذا وهذا، ويا أكو جوامع أخرى الشيعة، لا دولة متطرفين وتابعين إلى دولة متطرفة كذا تساعد الإرهاب. يا بشلون؟ شو هالمعادلة هاي؟ شو هالمعادلة هاي الخطيرة اللي أنتوا تدافعون وتؤيدون جوامع متطرفة؟ لأنه والله الدولة التي ينتمي إليها هذا الفكر هي دولة صديقة، صديقة سياسيا، شنو؟ صديقة لإسرائيل ومعادية لإيران مثلا. وهاي الجوامع لا، هاي الجوامع متطرفة وإرهابية، لأنه دولة إرهابية هي إيران مثلا، ومعادية لإسرائيل لأنه هاي دولة إرهابية تعادي إسرائيل مثلا. يعني مثلا أنا لا أدافع عن أي شخص ولا أدافع عن أي دولة يعني، ولكن أقصد أن هذا اللي نشوفها بأوروبا، يعني إحنا اللي نشوفها بأوروبا يعني للأسف. ولذلك لاحظوا هم أيضا بعدين راح ينكوون شوية شوية، بدأوا ينكوون في فرنسا منها، بعد يقوم ينكون شوية شوية في أوروبا، وبعد ذلك يبدأون يعيدون النظر بهاي وجهة نظر. إذن أكو فكر وأكو رأس مال وأكو تفريخ. المفرخ في أوروبا صاير هسه، المفرخ في أوروبا والمال والهذا. إذن إحنا يجب أن هذا الفكر نواجهه. إذا لا يوجد فكر، طبعا مو تواجهه أنت بالتطرف، مو تواجهه باللطم، مو تواجهه بالقامة، مو تواجهه بالزنجيل، بالعكس هاي أنت تعطيه مبرر لهذا الفكر. لا والله هذا الفكر ضال وفكرنا أحسن، أقلها ما بقامة وما بزنجيل وما بشنو هذا. لا أخوان هاي مو مقاومة، هذا بالعكس، هذا تأجيج وإعطاء يعني مبرر للسذج أن ينتمون إلى هذا الفكر الضال المتطرف. ولهذا يعني علينا أن نعيد النظر بهذه القضية أخوان. هؤلاء الناس متطرفين، والتطرف دفعنا ثمنا كثيرا، وعلي بن أبي طالب عليه السلام كان أول ضحية للتطرف. تصور كم هم متطرفين، نفس الدواعش الآن يأتون لعبد الله بن خباب بن الأرت، رضوان الله على عبد الله وعلى أبيه خباب بن الأرت الصحابي الجليل، وعبد الله أبو عروج رضوان الله على أبي عروج. أبي عروج لديه ابن اسمه عروج. عبد الله بن خباب بن الأرت كان يسكن النهروان، بالضبط كان يسكن خلف بسماية. هذه المنطقة أخوان كانت منطقة خضراء، وكان بها بساتين لكسرى وغيرهم من كانوا مسيطرين على العراق. هذه النهروان كانت منطقة جدا زراعية وخضراء، كان يجي بها نهر من إيران ويفوت بهاي المنطقة ويصوب تقريبا بالصويرة، يعني هكذا تقريبا يعني. وذلك هاي المنطقة ما بين العراق وإيران، هاي المنطقة النهروان كانت منطقة في غاية الخصب، ولذلك كان هنالك يسكن عبد الله بن خباب بن الأرت رضوان الله عليه أبو عروج. شوف التطرف، جو الخوارج قالوا له ما سبوا علي بن أبي طالب، شوف باع هذا الدين مالهم، باعوا
سب علي بن أبي طالب، قالهم كيف أسب عليا ذاك الذي قال عنه الرسول يوما الحق مع علي أينما دار، وعلي مني بمنزلته وكذا وكذا وكذا، وعلي يحبه الله، سأسلم غدا لرجل يحبه الله ويحب الله ورسوله، كيف أسب واحد يعني؟ ما أسب علي. أنا بتسب. جابوا ذبحوه أمام مرته، ومرته كانت حامل، شقوا بطنها وطلعوا الطفل وذبحوه. إسلام هذا نفس التطرف اللي سووا بطريق اليوسفي يعني. ولذلك أبنائهم، شوفوا أبناء الخوارج اللي هم الدواعش، أول ما انتشروا بمنطقة سلمان باك والنهروان، أول شيء فجروا مقام قبر عبد الله بن خباب الأرض، لأن عباب خباب دفن هناك، القبر ماله قبر أنا أزوره سنويا. أبو عروج عبد الله بن خباب الأرض شخصية جليلة ومن التابعين يعد، موجود إلى قبر حوالي 15 كيلومتر خلف بسماية يعني طريق جانبي مكتوب عليه يعني، ممكن في منطقة زراعية جميلة جدا في تلك المنطقة. فجروا الدواعش وقتلوا الناس الموجودين هناك يعني، سيطروا فترة على هاي المناطق يعني، وسدوا الطريق وغيرها. الآن طبعا يعني البناء أعيد، طبعا أعيد قبر خباب عبد الله بن خباب بن الأرت أبو عروج، طبعا الناس يسموه أبو عروج، المنطقة يسموه مقام أبو عروج، هو مو أبو عروج، هو أبو عروج، عروج والعروج من المعراج يعني، أبو عروج بالمنطقة. سيروحوا سأل يقولون وين أبو عروج؟ أبو عروج الناس أيوة الفلاحين دلوك، الإمام أبو عروج، روح هذا منو أبو عروج؟ ما يعرف واحد أبو عروج إمام، يا أبا منو هذا أبو عروج؟ ما يعرف أبو عروج، لا يعرفون هو عبد الله ابن خباب ابن الأرت. خباب ابن الأرت صحابي جليل عذب تعذيبا كثيرا في زمن الرسول، والرسول كان يجثو على ركبته ويقول اللهم انصر خبابا. كانت هاي أم أنمار قاطعة البغار كانت تجيب صيخ، هو كان حداد، خباب كان ضخم حوالي مترين وأسمر يا ضارب في السمار، وطوله مترين وضخم، كان عبدا لديها، فمن صار مسلم عذبته يعني، ما إلى عشيرة عذبون المسلم اللي ما عنده عشيرة طبعا، فكان يجيب صيخ بالكورة مال النار يشتغل بها وتصير حمرة وتفوتها بإذنه ويعيط بساعة بنص الليل في مكة، فهو أسمر أخم، فالصوت ماله يوصل إلى الرسول، فالرسول يبكي اللهم أنصر خبابا اللهم أنصر خبابا اللهم أنصر خبابا. هذا خباب كان حدادا رضوان الله على خباب. خباب جاءه الإمام علي عليه السلام قاله أريد أن أعمل سيفا، فجيء بقطعة حديد، طبعا هاي القطعة حديد منين جتي وشلون هاي ما أريد أدخل بها يعني وما أريد أحكي فيها يعني، بس حديد اشتراها الإمام علي يعني خاصة بالسيوف، وعملها بالطريقة قال أريد أسويها يعني بها ذو الفقار يعني. وهو صبي قبل معركة بدر خباب ساعد الإمام علي أن يسوي السيف يعني، قد يكون حديدا من جاءت، هذه مسألة أنا ما أريد أتحدث بها كثيرا يعني. فكان أول سيف علي بن أبي طالب، وخباب كان هو اللي شحذه واللي سواه والعيره. وإذا تشوفون فيلم الرسالة يمكن يطلع هذا الحداد الأسمر، هو هذا خباب بن الأرت، لم يتحدث عنه فيلم الرسالة ولكن هو هذا خباب بن الأرت الحداد اللي سوى السيوف يعني. خباب وصلى عليه الإمام علي، عندما ذهب الإمام علي إلى صفين من رجع، وكان من جيش علي، بس من ذهب إلى صفين كان مريض ورجل كبير في الثمانين يعني، فمن رجع مر بالقرب من الكوفة فقال لمن هذا القبر؟ قالوا له هذا لخباب
لقد فارق الحياة قبل فترة قليلة. فنزل وصلى عليه ركعتين وقال اللهم ارحم خبابا، فكان خير مؤمن. يعني ودعا له وتكلم عن خباب بشكل جميل. خباب، رضوان الله على خباب، ورضوان الله على ابنه عبد الله بن خباب بن الأرت أبو عروج. أبو عروج استحق زيارة، رجل يعني من التابعين، يعني لم أظنه عاش في، يعني أظنه من الصحابة أبو عروج، لأنه خباب كان متزوجا يعني في المدينة، تزوج في المدينة، وذلك عندما تزوج يعني ولده قد يكون ولد، وبالعكس شبه المؤكد أن أبو عروج عبد الله مولود في مكة، يعني وبالتالي لأنه 37 هجرية هذه، يعني وهو قد تجاوز يمكن 50 عندما قتل، يعني كان صبي، يعني إذن هو صحابي، صحابي أبو عروج عبد الله بن خباب بن الأرت. طبعا المصادر التاريخية لا تتكلم كثيرا عن خباب بن الأرت، عن عبد الله بن خباب بن الأرت، لأنه قتلوا الخوارج، وهذا من أتباع علي بن أبي طالب، يعني لا يمكن أن نتكلم. خباب شخصية يستحق، أنا إن شاء الله بإذن الله، الله لو أعطانا بالعمر سأكتب عن عبد الله ابن خباب الأرت كراسا صغيرا وأضعه في مقامه، فهو شهيد آل البيت. طبعا سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد، وأهلا وسهلا بك مرة أخرى، ونحن نتحدث عن الظروف التاريخية التي أدت إلى التطرف، والتطرف في كل شيء. وقد عالج الإمام علي وقبله الرسول في أحاديث كثيرة عالج فيها التطرف والغلو. والإمام علي عليه السلام يفرد لهذه أشياء كثيرة، ويقول بأن أبدا الغلو في كل شيء لن ينفع، والقوة أبدا والتسلط والقسوة إطلاقا أبدا لن تعيد الأمور إلى نصابها. التسامح والمحبة والحق والعدل هم الأشياء التي يستند عليها أي حاكم أو أي إنسان يريد العدل بين الناس، فالعدل أساس الملك. الإمام علي عليه السلام لديه مقولات كثيرة حاول أن يعالج بها هذا التطرف الذي يفعله الأشخاص أو تعامله السلطات. لو درسنا علي بن أبي طالب بشكل دقيق والله سنخرج بنظريات سياسية كثيرة. مو دائما هسه قاعدين واحد مثل ما قال شوبنهاور ذول المتمثقفين يجي ينطيك فد خمس مقولات، وقال شكسبير وقال فلان وقال فلان على اساس هو قاري. اخوان ابو الحسن احنا من كنا مراهقين هم هيك، يعني من كنا عمرنا 15 16 سنة هم كنا نقرا شوبنهاور ونقرا ماركس ونقرا الانجلز ونقرا الصدر ونقرا الصدر الاول طبعا ونقرا فلان ونقرا ايضا كلهم، كل هؤلاء نستقرا لهم، كل شيء نقرا ادب وفن ومسرح وسينما ودين وتاريخ وكل شيء. وكنا عدنا نطلع نحكي من عمرنا 15 16 نحكي طبعا حسب مقوله فلان كذا كذا حتى نجمل حديثنا بمقولات معينه، وهي صحيح احنا نقرا احنا مو هذا، ولكن اكتشفنا بعد ذلك كل ما كبرنا اكتشفنا أن هنالك محيط لجي اسمه علي بن أبي طالب، كنا يعني غفلناه فترة لم نغفله أبدا، يعني بال 17-18 دخلنا مرحلة نهج البلاغة وغيره، وبعد ذلك ذقنا حلاوة أبي الحسن، ومن يذق حلاوة أبي الحسن لن يفارقها. فبدأنا وقرأنا كل شيء، قرأنا الفكر الاشتراكي والماركسي والاجتماعي والليبرالي وغيره وغيره وغيره، ولكن لم نجد حلاوة ولم نجد أنفسنا إلا في فكر علي بن أبي طالب حقيقة يعني. ولذلك يعني وجدنا أن هذا الإنسان اكتسب ناصية الحياة والفكر،
وهو السهل الممتنع، يعني يعطيك مقولة من 4 كلمات يختصر لك كتاب. لا يوجد إنسان على الأرض اختصر البلاغة كما اختصرها علي بن أبي طالب. في كتابي عن الحكمة عن علي بن أبي طالب عليه السلام، شوفوا هذا البلاغة اللي نتحدث عنها. البغي آخر مدة الملوك. البغي آخر مدة الملوك. هذه المقولة 3 كلمات، البغي آخر مدة الملوك، أو 4 كلمات. هذه أنا ظليت أحكي عليها 5 صفحات 6 بس أفسرها، ولم أعطيها حقها. البغي آخر مدة الملوك، شوف قال الملوك. تلاحظون الإنسان لما يكون متسامح مع شعبه والظرف الاقتصادي يساعده، حياة رغدة، أكو موارد اقتصادية، نشاط اقتصادي ماشي، من يصير أكو نشاط اقتصادي جيد وزراعة جيدة وصناعة وتجارة وشنو، الناس تركنوا للحياة، يعني تنشغل بالحياة، المعارضة تقل، الكراهية للسلطة تقل، الفلوس تعمل النفوس، خلاص مهما يكن الحاكم خلاص موفر لنا قوانين تخدمنا وأكل ونروح ونجي ونطب، شلون ما يصير خلي يصير، احنا المهم عايشين وعوائلنا عايشة وبدنا ناكل وبدنا مدارس وما ادري شنو، على شنو؟ على شنو احنا نروح نسوي ونقتل وهذا الحاكم؟ خلو احنا عايشين بما يرضينا وبدنا ناكل وبدنا نشرب وعندنا فلوس وعندنا وظائفنا وعندنا هذا وعندنا مواصلاتنا جيدة وعندنا هذا والقوانين ماشية، على ايش؟ شوف الرخاء الاقتصادي يجعل الناس تتجه الى 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 الدعاء. وايضا الحاكم الملك ما يحتاج يقصوا، يعني ما يحتاج انه مثلا 2 1 شويه حكى على الدوله جيبه ذبحه، ما يحتاج، لانه شعب مستقر. لكن من شويه تضيق الامور وتصير حركات ثوريه، وهي الحركات قامت تناقش وتخلق مشاكل من شنو، لا يبدا الحاكم يزداد شراسه، يبدأ يصدر قوانين جديدة، يسوي نظام بوليس جديد، يسوي نظام مخابرات جديد، القوانين تتغير، أحكام الإعدام تصير أكثر، بعد ذلك يتطور شوي يقوم يجيب الناس يجمعهم يقتلون ذول المعارضين، بعدين يقوم يقتل مو بس المعارض، أهلهم يقتلهم، بعد يقوم ينتظر المنطقة كلها يضطهدها، يبدأ فيوصل إلى مرحلة البغي، يعني هذا قمة الظلم. فعندما يصل إلى هذه المرحلة إطلاقاً أبداً، عندما يبغي على الناس بالظلم والقسوة، تلاحظون صدام حسين كان من شزر صورة الرئيس القائد صدام حسين يحاكم، يجزر لو واحد باو على صورة صدام هيك شزراً يعتبره هاي إساءة، هذا اللي يسب صدام إعدام، خلاص راح، اللي يحشي نكتة على صدام روح دام راح، نكتة بسيطة يعني، نكتة هذا اجى وقال له صدام وشنو وقع روح ادام. وحدة مذيعة قالت هاي شنو اليوم شو متغاوي؟ يلبس لي مرة كاوبوي ومرة مدري شنو، بس هاي ايش قالت؟ مذيعة بالاستراحة بالتلفزيون العراقي اسمها سهاد حسن. اعتقلت وحكم عليها بالاعدام، لكن بعد ذلك خفف الى 20 سنة، بعدين صار العفو بفترة من فترات مال صار هذا وطلعت حكمة بقت لها 4 سنوات ما أشكال. شنو تهمة هالبنية؟ طلع صدام حسين والله يوم لابس عربي، ورا شوية طلع بلقط لابس كاوبوي، قاعد شنو هاش؟ شو متغاوي الرجال، متغاوي اليوم، قاعد يمها واحد أو وحدة من الوكيلات، أغلبيتهم وكلاء يشتغلون هذا، وصلها اعتقله إعدام، إعدام، إعدام. إنسان واحد يقول على رئيس الدولة إشبيلي ومش متغاوي فرحان يعدم، هذا هو الزمن الجميل من على طول الله هكذا زمن جميل، هذا الزمن الجميل
يا بشلون زمن جميل؟ زمن جميل كانت اكو حريه ورخاء واقتصادي، كانت العائله بالحصار يتصبحون بطاوه بها طماطم ودهن يتغدون بها ويتعشون بها. واثنيناتهم دكاتره بالجامعه. وانا احكيها عن موقف شفته بعيني. هذا الزمن الجميل. راتب الموظف كارت طبقه بياض. هذا الزمن الجميل. الطفل ما عنده يشتروا له نستله. هذا الزمن الجميل. هذا الزمن الجميل. زمن الامان، يوميا يعتقلوك لان تباوعت ما ادري شنو هذا، لقوا بالمدرسه مالتكم اكو منشورات تجيبهم كل الطلبه. اعداديه وثانويه عند احشي حقائق. متوسطه كامله اعدموا عمرهم 14 و13 سنه، متوسطه كامله اعدموا اطفال لان وجدوا منشور مكتوب، والله هذه معروفه اهلهم موجودين بالفرات الاوسط. متوسطه كامله والعدموا. هذا الزمن الجميل اخوان، هذا الزمن الجميل. يعني فمن يوصل البغي اخر مده الملوك، قالها علي بن ابي طالب، خلاص لن ينفع لو ياتي كل رخاء الدنيا وكل قوانين. هذا اولا من يسوي قوانين شويه مرتخيه، بالعكس الناس وصلت الغيلان غليان راح يستغلوها ويقتلوه ويثورون فراح يزداد. وهنا بعد ماكو رجعه، الناس تعلموا على الشراسه، تعلموا على الرفض، تعلموا على كذا، خلاص هاي اكو شغلات ما بها رجعه. فكل ما يخفف بالقوانين كل ما هم يزدادوا، وبالتالي هو يزيد، وبعدين يوصل الى مرحله غير قادر يتمكن الشرعه الانسان بطبيعته توصل الى مرحله تقول له خلاص شدي تسوي سوي طلعون بالشوارع. وذلك هذا الامام علي، شوف كلمه صغيره، جمله اختصرت فلسفة كاملة للحكم. ولذلك لاحظ هذه قضية قالها الإمام علي قبل 1400 سنة، وهي درس، وهي فلسفة حياة، وهي درس سياسي. البغي آخر مدة الملوك. من تشوف ملك أو سلطان أو رئيس قام يقسو ويضرب ويقتل تعتبر انتهى، خلاص يبقى سنة سنتين ثلاثة خلاص لن تنفع له كل شيء، ينفع له أي شيء إلا الله سبحانه وتعالى، خلاص انتهى. هذا دخل بنفق، هذا النفق ما بيرجع، الناس ما ترجع، وأي قانون وأي تساهل يزيد الطين بلة، هو يريد يوقفهم خلاص. إذا تساهل يأكلوا، وإذا زيد يأكلوا. فشوف ابو الحسن اختصارها قال البغي اخر مدة الملوك، خلاص من تشوفون رئيس او ملك وصل للبغي، لان هذا اعتبر الموضوع انتهى، هذه مده طول، يوم يومين سنه سنتين 10 سنوات وينتهي. هذه فلسفه اخوان، هذه عبره. فنحن ركننا ابي الحسن. كثير من الناس يجوا يحكوا لي ابو الحسن انا متاثر بعلي بن ابي، يا اخي 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 انت ايش قاري لابو الحسن؟ ماذا تعرف عن أبي الحسن؟ ماذا قدمت من تصرفات تثبت أن لديك ولاء لأبي الحسن؟ يعني غير لازم تنعكس عليك يعني شوية بتصرفك. ما أنا أحب الإمام علي، وهذا ما حد يحكي على الإمام علي. لما تشوف واحد سكران أبو الحسن، لا زين ابني أنت تحكي له أبو الحسن وتدافع على أبو الحسن، زين أول شيء أنت ليش تصرف؟ ليش تمارس التصرف الفلاني؟ ليش كذا؟ فهي مو بس شعارات، لا، أبو الحسن منهج حياة، منهج حياة. لذلك أبو الحسن كان اللي يحبوه ويبالغون به يحاسبهم يطردهم، ولا بدل ما لا روح أنت أصنع لنفسك، شذب من نفسك، زد إيمانك قبل أن تأتي وتقدم لي هذه الكلمات الجميلة. طبعا سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد، واهلا وسهلا بك مره اخرى. ونحن في هذه الليله، ليله الوحشه، نستذكر فيها ابي الحسن عليه السلام. واستذكارنا ليس بالبكاء، بل نستذكر ابي الحسن بالفقه والعلم الذي تركه لنا. ابو الحسن والحسين عليهم السلام ليسوا بحاجه لبكائنا ولطمنا،
بل هم يريدون منا فقط أن نسير على نهجهم. لا تكونون شينا علينا بل كونوا زينا لنا، قول الصادق. وبالتالي لكي نكون زينا لآل البيت ولا نكون شينا عليهم أن نسير على نهجهم وننثر وننشر فكرهم. كما قلت وأقول، كثير من الناس يدعون أنهم ولاءهم لأبي الحسن وهو لا يحفظ شيئا لأبي الحسن ولا يطبق شيئا من أبي الحسن. لكي تنصف أبي الحسن عليك أن تتبنى فكره وأن تنشر هذا الفكر. عندما ينتشر فكرة أبي الحسن فإن العدل ينتشر والرخاء ينتشر والإنصاف ينتشر وكل شيء إنساني ينتشر، لأنه لا يوجد أبدا في كلام علي عليه السلام أي شيء فيها منقصة للجانب الإنساني والروحي والحياتي. بالعكس، كلها هي لخدمة الإنسان وخدمة المجتمع وخدمة التطور وخدمة كل شيء ينفع حياة الإنسان في الحاضر والمستقبل. ولذلك أبو الحسن من يدرسه تصبح لديه تجربة عظيمة. يعني أنا كتبت عن أبي الحسن 10 كتب، أنا لا أريد أن أستعرض كتبي، ولكن أقول يعني من باب اليوم في حديثنا عن أبي الحسن نستذكر مثلا واحد من مقالات أبي الحسن التي كتبتها في كتابي، هذا واحد من 10 كتب عن أبي الحسن. يأتي على الناس زمان، يأتي على الناس زمان لا يقرب فيه إلا الماحل، يقرب فيه إلا الماحل، ولا يضرف فيه إلا الفاجر، ولا يضعف فيه إلا المنصف. الماحل والفاجر والمنصف. من هو الماحل؟ الماحل تصير إلى منزلة عظيمة والمجتمع يتعامل إياه بكل حب وبكل شيء وباحترام جليل. من هو الماحل؟ الماحل الذي ينقل الأخبار للسلطة، رجل الأمن. هذا في زمان ما عندما تنهار المقاييس ويصبح المجتمع السلطة فيه ظالمة قاسية، لا تؤمن بالحق ولا بأي شيء، تؤمن بقدرتها وبسلطتها وبسطوتها، يصبح الماحل إلى منزلة كما في زمن صدام. تلاحظ رجل الأمن كل عالم، هلا وعيني هلا أبو فلان، هذا مفوض فلان بالأمن، الله وش هلا وعيني هلا أبو جمال هلا أبو علاء هلا هاي الأسماء هلا أبو فلان، ويقومون الناس هذا بالأمن يحترم، وإذا حكى نكتة ها ها كلهم يضحكوا له، وقفات كلهم يقول، وكلهم هو محبا به خوفا منه. هذه واحدة من علامات الزمان الرديء والسلطة السيئة، هو أن الماحل تكون له منزلة. ماحل شنو؟ موظف بالدولة حالة حال أيوة، حالة حال الطبيب، حال المهندس، حال العامل النظافة، حال أي موظف بالبلديات، موظف بالعقاري، حالة حالة. ليش هذا إلى منزلة؟ لأن السلطة ظالمة وهذا مزاجي، السلطة مزاجية، القوانين مو ثابتة، ماكو عدل، ماكو قانون ثابت. هذا إذا حط واحد بباله يهفه بتقرير يروح بالباي باي، فلازم نراعي هذا. خاف ترى بس شوية انضوجة يكتب علينا تقرير. وهذا والما حلوة طبعا اللي وصل الرفيق الحزبي مثلا، كان الناس كلها أبو فلان عضو كذا، وهذا هذا يؤكد ماذا؟ يؤكد بين السلطة سيئة والقانون غير عادل والقوانين غير منصفة والمجتمع غير مستقر. أيضا الفاسق الفاجر يضرف، يعني يكون ظريف، يعني اللي يشرب خمر شاء الله معود، اليوم ثقل، اليوم مدري شنو، هذا تعال اقعد شوية معود. هذا من نشوف الناس تتعامل، أو واحد مشي كذا سيء، اليوم تطلع خوش طلع، من يشوفه ظريف
ويجي يحكي بطولاته والناس فرحانه وتضحك له بالقهوه، اليوم سويت فلان شيء، اليوم ضربت 5 بيرة، اليوم طلعت ويا فلان. هذا من يشوف الجو يستظرفه، هذا معناه اكو مشكله في المجتمع. يستظرف الفجر والظالم يقيمه. هذه شوف وقت الأزمات المقاييس تختل. عندما تختل المقاييس، يعني مثلا نائب عريف يصير وزير، تلاحظ قاضي إنسان سيء يصير قاضي مثلا، وهو إنسان جدا سيء، شخصيته كلش تعبان يصير قاضي مثلا، أو إنسان ليست لديه أي قدرة ثقافية يصير مثلا حاكم أو وزير أو أي شيء. عندما ترى هذا تعرف أن المقاييس قد اختلت، بحيث لم يعد هنالك ضابط للمواقع هذه وللتقييمات هذه وللقوانين هذه. عندما لا يكون هنالك ضابط دقيق فاقرأ على المجتمع السلام. تلاحظون أيضا يعني احنا عندما سقط النظام جبنا شخصية رأس الحطة، يلا مدير عام وزير، يلا هذا وهذا. بعدين اللي صار شنو؟ صارت رغبة الكثير أنه يتملق لفلان، يتزلف لفلان، يعزم فلان، يفرش فلان وهذا. وبالتالي احنا أصبحت لدينا نزعة لكي تصبح مدير لازم ترشي، لازم تعطي، لازم شنو، لازم هذا، لازم تعزم. فصارت نزعة عند الناس هي الطرق غير القويمة للوصول إلى المنصب أو للحياة أو غيرها، لأن المقاييس اختلفت. لكن عندما تكون المقاييس ثابتة والقوانين ثابتة، أنت لا ما تحتاج تجامل فلان أكثر من حقه. أنا هذا الرجال أسأل، يعني ما احترم، ما سلم عليه، خلاص روح. حتى لو كان هو قاضي، حتى لو كان هو شرطة أمن، حتى لو كان هو كذا، حتى لو كان هو بالحزب الفلاني صعد فلان وغيرها. لكن القوانين عندما تختل والمقاييس عندما تختل، تشوف واحد هسه مخلص رأسا تشرب مدير عام، ليش ما تعرف؟ شلون ما تعرف؟ والله قرايبه صار باللجنة الاقتصادية كذا، صار بالحزب الفلاني أو كذا، أو من الطائفة الفلانية أو غيرها من الأشياء. هذه تقتل المعايير. فهنا سيصبح السيء في موقع الإمام ويصبح مقبول أيضا، والناس تتعامل وياه على أساس هذا الشيء طبيعي. ولهذا تلاحظون في فترة من فترات، وإن شاء الله هاي الفترة احنا غادرناها، يا رب إن شاء الله غادرناها، أتمنى إن شاء الله وأتوقع في الأيام القادمة هنالك نزعة لإصلاح المجتمع. شفنا واحد صاير عضو برلمان، واحد مشون، واحد صاير وزير، واحد مشون. ولذلك تلاحظون الرشوة، تلاحظون السرقة، الفسوق، غيرها من الأشياء، كل هذه لأننا المقاييس لم تكن عادة في وضع عضو البرلمان، في وضع الوزير، في عضو المدير، في وضع هذا. هذه كل أشياء أثرت فينا. فأبو الحسن عليه السلام كان له القدرة في معرفة النفس البشرية. يعني أبو الحسن عليه السلام يعني ما عاش كل التجارب السياسية، لكن مع ذلك ما عاش دكتاتورية عظيمة كما عشناها احنا هسه الآن أبناء القرن 21. مرت علينا دكتاتوريات كثيرة وقرأناها، وشفنا في القرن 20 دكتاتوريات كثيرة شفناها، وشفنا سلطات، وشفنا أحزاب، وشفنا انحرافات، وشفنا انقلابات، وشفنا جمهوريات خيرة وجمهوريات سيرة و و و كلها أمامنا، كلها قرأناها، كلها شفناها بوسائل الإعلام أو قرأناها. يعني لدينا 1400 سنة من التجارب. أبو الحسن لم تكن لديه، فكيف توصل إلى هذه النتائج؟ من أين جاء له هذا الإلهام؟ بحيث من يكتب وكأنما عايش تجربة كاملة، لأنه كان باب مدينة علم رسول الله. أنا مدينة العلم وعلي بابها. الرسول زق الإمام علي العلم زقا، وهو الطفل حتى قبل النبوة. لذلك يجي واحد يقول لك علي بن أبي طالب أول المسلمين، لا، أول المؤمنين، لا، علي أسلم بعد نزول الوحي. علي أسلم بعد نزول الوحي، عندما نزل الوحي على الرسول
وعلي كان موجود يعني عندما نزل هو قد يكون خارج الغارة أو قريب منا يعني، فكان أول من أسلم. لكن علي كان مؤمن، مؤمن قبل أن يسلم، كما كان الرسول مؤمن قبل أن يصبح رسول. الرسول من أصبح عمره 40 سنة يعني صار نبي، قبل ذلك مو نبي. لكن هل كان مشرك؟ لا، كان مؤمن. الرسول قبل البعثة كان مؤمنا، كان يناجي ربا لا يعرفه، كان يناجي خالقا عظيما، كان يرفض الأوثان، يرفض الشرك، يرفض يرفض يرفض، كان يناجي إلها. في تصوره يوجد إله لهذا الكون، بس منه شنو ما يعرفه، ما هي مطالبه، ما هي نواهي، يعرف نواهي العامة لكن ما يعرف المبادئ الدقيقة التي يريدها هذا الإله. بعده ما نزل عليه القرآن، فهو كان مؤمن ولكن أصبح النبي بالأربعين. علي بن أبي طالب، هذه مسألة مهمة أخوان، كان مؤمنا قبل النبوة، مؤمنا بالله، مؤمنا بالخالق، لأنه كان مع محمد، ما يتكلمه محمد، ما يسيره محمد النبي، وهذا الطفل يمه، والرسول يحكي بصوت عالي ويحكي له كل شيء، والرسول ببحته رجل لوحده إلى جانب صبي، شلون يتركه؟ انظر يا علي هذه كذا كذا، الله يا علي انظر، يا علي انظر، هذه كلها وعلي جالس إلى جانبه ينهل منهم روحا وفكرا. ولذلك علي كان ربيب النبوة وكان شاهدا على النبوة. احنا طبعا هم يقول لك انتم تبارون علي بن طالب، احنا ما قلنا علي بن طالب نبي، لا، عظمة علي بن أبي طالب أنه قريب من النبي، عظمة علي بن أبي طالب كان مرافق للنبي، عظمة الإمام علي لأنه ابن عم النبي، أول واحد شاهد النبوة وغيره. نعم، نتكلم احنا على هذه القضية، ما نتكلم هذا تبالغون بعد. نعم، علي أفضل الصحابة، تعطونه منزلة. أنا مرة في سوريا كنت أحاضر في الجامعة، أحد الزميلات قالت أنتم تعطونه منزلة، لا، قالت الشيعة في العراق يعطونه منزلة فوق الصحابة. قلت لها نعم، نعم، علي له منزلة فوق الصحابة، هو أفضل الصحابة. نعم، هذه ما بها شيء، ولكن مو بعد صحابة سيئين أبدا، مؤمنين، هم حملوا رتبة الإسلام، ولكن علي له منزلة خاصة. سأكمل حديث إن شاء الله في الأيام القادمة، وبذلك أقول لكم شكرا جزيلا، وإلى اللقاء مع رق تحياتي.